الشاب خالد وحفيظ دراجي وزملاء الفنانة الراحلة نعيمة عبابسة يرسونها بكلمات مؤثرة، هذا ما قالوه. نعت الإعلامية الجزائرية آنية الأفندي الفنانة القديرة نعيمة عبابسي ابنة الموسيقار والشاعر والمغني الكبير عبد الحميد عبابسة رحمة الله عليه وأخت الفنانة فلة الجزائرية في ذمة الله بسبب مضاعفات مرض السرطان وفيروس كورونا، خسارة كبيرة للشعب الجزائري الذي كان يحبها ويحب فنها الراقي. الله يرحمك يا نعيمة. وقال المعلق الرياضي حفيظ دراجي الفنانة الجزائرية نعيمة عبابسة في ذمة الله رحمها الله وأسكنها فسيح جناته وألهم زويها جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. ونعت صفحة الجزائر في بلادي الفنانة الجزائرية نعيمة عبابسة قائلة وفاة الفنانة نعيمة عبابسة إنا لله وإنا إليه راجعون. وقالت الفنانة نجوى صديقة الفنانة نعيمة عبابسة الفنانة نعيمة عبابسة رحمها الله كانت فنانة طيبة، ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة، عظم الله أجركم الشعب الجزائري وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقالت الفنانة ليلى ربي يرحمها ويوسع عليها ويجعل مسواها الجنة، ادعوا لها هي تستاهل الرحمة، إنا لله وإنا إليه راجعون. كانت إنسانة طيبة ما شفتش منها إلا كل خير، ربي يرحمها يا رب ويوسع عليها ويعطي الصبر لأهلها. وقالت الفنانة حسينة ربي يثبتها في السؤال ويخفف عليها، كانت إنسانة مولد خير، إنا لله وإنا إليه راجعون. وفاة المغنية الجزائرية نعيمة عبابسة. توفيت الفنانة الجزائرية نعيمة عبابسة شقيقة المغنية فلة بعد صراع مع المرض. كانت صحيفة النهار أفادت يوم السبت بأن نعيمة دخلت في غيبوبة ناتجة لمضاعفات مرض السرطان وفيروس كورونا. وكانت الممثلة عايدة وهي الشقيقة الأكبر لنعيمة وفلة نشرت تدوينة يوم السبت طلبت فيها من متابعيها الدعاء لأختها بالشفاء. وجاء في تدوينة عايدة أرجو من الكل الدعاء لأختي نعيمة، ثم أضافت حالتها حرجة، هي حاليا في العناية المركزة ومنعت عنها الزيارة، أتمنى الشفاء العاجل لأختي الصغيرة. وقبل يومين أذاع التلفزيون الجزائري حلقة ترفيهية مسجلة استضافت الراحلة نعيمة عبابسة والتي قالت إنها مشتاقة لرؤية أختها فلة التي لم ترها منذ أكثر من 3 أعوام. يذكر أن الراحلة كانت تعاني من مضاعفات إصابتها بسرطان الثدي منذ أكثر من 25 سنة. ووفق صحيفة الشروق الجزائرية نقلا عن مقربين فإن حالتها تدهورت جراء إصابتها بفيروس كورونا. ونعيمة عبابسة من أشهر الفنانين في الجزائر، تؤدي الأغنية الجزائرية ذات الطابع الشعبي والحوزي، وهي ابنة الفنان الراحل عبد الحميد عبابسة وأختها هي فلة المعروفة على مستوى الوطن العربي. وقد انتقلت إلى رحمة الله الفنانة الجزائرية نعيمة عبابسة بعد معاناتها مع المرض الخبيث اليوم الأحد حسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية. ودخلت نعيمة عبابسة إلى مصحة العناية المركزة بسبب تدهور حالتها الصحية نتيجة لإصابتها بمرض السرطان ومضاعفات إصابتها بفيروس كورونا. وظهرت شقيقة الفقيدة فلة عبابسة في فيديو ترسي فيه نفسها والجزائريين بوفاة شقيقتها، معتبرة أنها جسر التواصل الوحيد بينها وبين الجزائر. وبدت فلة عبابسة في قمة تأثرها بعد رحيل أختها الصغرى، كما تحدثت عن اللحظات الأخيرة التي جمعتها بها. نقلت الفنانة يوم السبت إلى المستشفى في حالة صحية حرجة جدا نتيجة لمضاعفات المرض. كما عانت الفنانة من ضيق حاد في التنفس أدى بها إلى الدخول في حالة غيبوبة.
وأكد الأطباء وقتها أن حالة نعيمة حرجة جدا ومعقدة وفق ما أكده أشخاص مقربون من عائلة الفقيدة. للإشارة، فإن الفنانة الراحلة تعاني من مرض سرطان الثدي منذ أزيد من 25 سنة، وطالما تحدثت الفنانة عن معركتها مع الداء الخبيث. تعد نعيمة عبابسة فنانة جزائرية مشهورة في الوسط الفني، قدمت العديد من الأنشطة الغنائية. تنحدر الفقيدة من أسرة فنية، فهي ابنة عبد الحميد عبابسة وشقيقتها الفنانة المشهورة فلة عبابسة. شاركت الفنانة الجزائرية في العديد من المهرجانات الكبيرة في جميع أنحاء العالم وخاصة الوطن العربي، كما أطلقت العديد من الألبومات الغنائية المشهورة التي حققت نجاحا كبيرا. وأعلنت الفنانة الراحلة في تاريخ 16 أبريل عام 2020 عن إصابتها بفيروس كورونا. في سياق آخر، انتفاخ وجه فلة الجزائرية يغير ملامحها في أحدى الظهور لها. حرصت الفنانة فلة الجزائرية على توجيه المعايدة للفنانة دنيا بطمة بمناسبة يوم ميلادها من خلال مقطع فيديو غنت فيه لها وتمنت لها عيدا سعيدا بطريقتها الخاصة. وظهرت الفنانة الجزائرية في المقطع بإطلالة كاجوال بسيطة داخل السيارة، ونقلت رسالة من المنتج محمد الترك لزوجته بمناسبة يوم ميلادها، وغنت بصوتها العذب لزميلتها الفنانة المغربية وتمنت لها السعادة. ولفتت فلة المبتعدة منذ فترة عن الساحة الفنية الأنظار بظهورها على طبيعتها من دون مكياج، رغم أنها أخفت وجهها بنظارات الشمس، إلى أن وجود بعض الانتفاخ في وجهها غير من شكلها بالكامل وبدت مختلفة. وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع ونال إعجاب الآلاف من المتابعين ومحبي فلة، وانتقد البعض خضوعها لحقن الفيلر والبوتكس معتبرين أنها غيرت ملامحها، في حين دافع عنها البعض الآخر ورأى بأنها لم تتغير، والمسألة لا تتعدى كونها اكتسبت بعض الوزن الزائد بسبب الحجر المنزلي المفروض مع انتشار فيروس كورونا. وكانت قد قالت مليكة بن دودة عن الفنانة نعيمة عبابسة قبل وفاتها: ألف سلام عليكي فنانتنا زارعة البسمة والفرح، إن شاء الله شفاء ما بعده سقم. نشرت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة تغريدة عبر صفحتها على الفيسبوك تتمنى من خلالها الشفاء العاجل للفنانة نعيمة عبابسة. وكتبت الوزيرة في تغريدتها: نعيمة عبابسة، ألف سلام عليك فنانتنا زارعة البسمة والفرح، إن شاء الله شفاء ما بعده سقم. كما أبلغتها تضامنها ومساندتها في محنتها قائلة: تماسكي، نحن معك وإلى جانبك، عودي سريعا لمحبيك. واختتمت الوزيرة بالشهر الفضيل فرصة لتتضرع إلى الله بالدعاء للفنانة بالعودة السريعة لأهلها ومحبيها. وقالت الوزيرة: نبتهل إلى الله بهذا الشهر الفضيل أن يأخذ بيدك إلى بر السلامة ويحفظك يا سليلة الفن والإبداع الجزائري الأصيل. هذا ودخلت الفنانة نعيمة عبابسة في غيبوبة بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة لإصابتها بمرض السرطان ومضاعفات فيروس كورونا قبل إعلان وفاتها منذ قليل. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.